أنا الشيخ عادل الفايدي، رئيس لجنة المصالحة الوطنية في الدولة الليبية ورئيس اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى. في الحقيقة نحن اجتمعنا في جمهورية مصر العربية لشعورنا بأنها الأخ الأكبر والجار الحسن، وإحساسنا الأكيد بأن إخوتنا المصريون يشاطروننا قلقنا وحزننا على ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا. اجتمعنا هنا لأننا لا نستطيع الاجتماع في بلادنا، وأنتم تعرفون الظروف التي تمنع ذلك، فكل حياة كل إنسان من زعماء هذه القبائل أو من الشخصيات التي تسعى لبناء دولة ومؤسسات فهي معرضة للخطر، فهناك العديد من الاغتيالات للشخصيات التي تسعى في هذا الاتجاه أو خطف أو تهديدات، فبالتالي نحن جئنا إلى أرض السلام، يعني إلى أرض الأمن والأمان لنجتمع فيها ونصيغ أفكارنا بشكل يتناسب وأهمية المرحلة. وأيضا لا أنكر أننا نستلهم الدروس والعبر من التاريخ، فقد كان أجدادنا في السابق عندما يقرون عملا قوميا على مستوى واسع كان لابد أن يمر من خلال هذا التراب الطاهر، تراب جمهورية مصر العربية. مصر العربية لم تذكر في القرآن فقط، مصر قد تجلى فيها رب العزة سبحانه وتعالى، وبالتالي ما يأتي من مصر إلا الخير.